السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي فلشاوي تبع دارك راي كيو 8، واليوم عندنا تكملة حق البوكيمون كونكوست. هالمرة تو فزنا على الجراس كينجدوم، الحين بنشوف شين راح يصير. اعتقد راح نباري الووتر كينجدوم، عندنا جراس تايب نقدر نستعمله. نخلص المنث. اوكي، ولا شيء صار. اول شيء بسوي ابي احاول الليفل شوي، فبيدش مني اشوف اذا في شيء نوع بوكيمون زين اقدر استعمله. هنشوف. ايه في ترينر، بس اوكي ما ادري شنو البوكيمون، اعتقد بس خلينا نشوف ليش لا. بدال جيجلي باف راح اخذ هذا، بس انقي ثلاثة عدل نقدر نديهم كلهم. اوكي خلينا نديهم كلهم. ما شاء الله. اوكي فهذه شلون طقتك؟ خلينا نشوف اقدر اطق كذي صح؟ ايوه. فقبل هذا ابي ادز صبر. اوكي خلينا نشوف الوارير ابيليتي شنو؟ يزيد الاتاك. اوكي كم تقدر تطق انت؟ طق واحد مالت عليك. ان في اوكي في ريزيستنس، دبل ريزيستنس اعتقد. احاول اقوي جيجل باف، راح نحطه هنا. اول شيء خلينا نشوف درمكه. فيفتي وان. والله ايش كذي ما اقدر استعمله. اقدر بس يعني خليك تنطر. انت صادق فوق بدك طلقات. مو مهم اني اسوي لك ركوت، مهم اني اقوي الناس اللي عندي. ايفي ابيك تروح. طقة قوية الاكسترا ديفنس، بس يعني بشكل عام نطق وارير ابيلتي. عطنا نشوف شكثر نقدر نطق مع بلس اتاك. عليك امر راح اطق اثنين. اوكي هو الاكسترا ديفنس هو مشكلة. اوكي انا عنده فلوتيشن يعني ولا شنو؟ السبرد دامج عاجبني انا. اللي بحاول اسوي هني ان استعمل اي في ان ليتش لايف. اوكي ابي الوقت. اوكي نومته. اوكي اوكي ابي الوقت، ما ابي الفل حاليا. اللي بسوي ان لا خصير ذكي شوي هني عشان اخذ الايتم زائد طقه طقه. اوكي ليتش لايف خوش طقه بيها. ما ادري ايش سويت او ايش سويت. راح انزل تحت راح اوديك كل بوف هناك. بيضعف هذا. الحين بتشوف شغله، اذا طقينا سبريد هل راح اول ربعي ولا لا؟ لا اوكي. شكل البوكيمون طقته حلوه بس يعني ما افضلها وايد. سبريد دامج يمكن عشان ضد جراس تايبس، نبين بعد شوي. ندز جيجلي باف، بس الحين راح نفس ما قلت راح استعمل ايفي عشان بس اضعفهم. انت خلاص صرفت وقتك ف اقدر اذبح اطق 11. اوكي
لا اعطيك كريتيكال بس انه ابي الثاني يذبح. اي انا قاعد اطق نفسي كذي احسن. او زين هذاك راح الصوب. اوكي اوكي انت تعال مني. 16 اوكي طيق 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 طقات طق اربعة عشان بفتك. لا اوكي اذبح لو سمحت. السلام عليكم. يا سلام علي انت. ما ادري روح صعد فوق بتشوف شو يصير اذا طحت بالماي انت. اوصل فوق ولا لا؟ ايوه خلينا نجرب اذا هذا طاح على الماي شنو يصير فيه. ما يقدر يوصل الماي. اوكي جد 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 جد. اوكي انت ابيك تطق تحت خمسة بين جيجل بوف تخلص عليك. السلام عليكم. يا سلام علي. اوكي كل شيء جميل. الكل ما عدا ايبي المفروض تذبله عدل. اوكي ابي الليتش لايف. الليتش لايف شوين. اوكي عندي اثنين كراس فاقدر اروح اباري الكندم الثانية. فايه اروح نباريهم. اذا راح يكون الشوسكابي المفروض الشوسكابي يكون جزيرة بروحهم بس مو مشكلة. اوكي يس يس يشرح لي. اوكي راح الاقي ايفي شكلي باف والكراسين اللي عندي. باري موتوشيكا جوسو كابي المفروض هذا يكون اسمه بس لا بس حطوا الفيرست نيم ان تدرون اللي يلعبون بوكيمون اغبياء ما يقدرون يحفظون الاسمين مع بعض. ايوه موتوشيكا بيباري نيشن واسمي بلا 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 عندك سمعه كل شيء زين. المباراه راح نباريكم. ما ادري اوكي حاليا مو ما في منافسة حتى اعتقد بس خلينا نشوف شنو الوين كونديشن. اي انا موتوشيكا ميوزيشن فيقدر يسمع شنو وتر ترنيمة شنو الجدر قدر السبيريت اوف ووتر. اوكي على الحنة تعال اهجم لو سمحت. اوه يزيد الماي فاز من قحل حق الموضوع. في ماي في كل مكان. وين شوية اذا اوكي فالحين شغلنا ان مثل في لغز. في دقمة؟ اوكي انت اوكي
اوكي اخاف اذا طقيت هذي راح يصير شي ف ابي اودي كل بوكيمونات الصوب بعدين ما عندي مشكلة ان نطق طقة خصوصا الطقات البسيطة. لا بعد واحدة لو سمحت. ايوه في شيء قاعد يقول لنا في شيء قاعد يمشي من الشرق شيء كبير. اوكي نعتقد هذا مثل مساعدة بسيطة سووها. اوكي يلا بسرعة بسرعة فون. اوكي توب سبيد. أحلى شيء لما تقدر تطق بوكيمون. هذه المرة بنستعمل إيفي عدل. جيجلي باف شو هني؟ اوكي هل يقدرون يطقون الدقمة ولا لا؟ ما حيطقون دقمة. هذه مباراة عادية ما تكون هنا. لا بس راح يطقوني في طق. ليش ذبحت صاحبك؟ اوكي عندي رينا ووتر قام يطق برينج عالي. اوه بروح حاليا بيطير اشوات تقدر تطير يطير ابزورب. بس حاليا مشكلة الماي اعتقد. دقيقة ما بيجازف ايفي. هنشوف ايفي اول. عندي بوشن؟ لا مو حاطة بوشن على ايبي. ما ودي استخدم الهيلينج بس شكلي لازم اسويه مال جيجلي باف. ما ابي اطير ايبي ف سويت سونج دام كلهم طقوا كريت وكذي ونجدهم. اوكي كلهم طلعوا من الماي فبس اللغز الكبير هذا يعني انحل بسرعة. كان في امل ان يكون في نوع من التحدي بس يعني. اوكي دبل اتاك قوة. انا موتو تشيكز بوكيمون. اوكي مشكلة يلا خلوه وبر بعد يلي. اوكي لا اوكي انت بك تطق من ورا 15. خلينا نطق شوي عليك. خمسة وثلاثين 30 اوكي راح يطق مني. بعدين راح استعمل الايفي اني يطق يذبحه. بعد ما يذبحه ميلي بعدين استعمل سيرفيت عشان اطق ووبر. جميل جدا. اقدر اطيق من هنا؟ لا ما
اوكي الابزورب مو قوية وايد، بس بنحاول نطولها ان البوكيمون ما يعني. اوكي طيب هذا شنو؟ 80 جولد. ثلاثين لا ما بيستعمله، كنت شوي قوي. بستعمل الابسورب اول شيء يجيب لي باف طقي. ايزي. هو بعد تضعيف اكثر. اوكي شنو وارير ابيلتي مالك انت؟ يزيد ديفنس 3 ادوار. اوكي اوكي هذا خلصت المباراة. مع السلامة. خذينا فورتين كاسل. اوكي عندنا الحين بوكيمون واحد نقدر ناخذه. بنسوي له ركوت، ما ادري اذا اقدر اشيل ركوت من هنا بعد، بس يعني مون فيرن سكوير فاونتن شيورز ستارت اوف فيت بلا بلا بلا. ما ماكو شيء ذا معنى. اوكي خلنا ناخذه، نحتاج ووتر. يمكن بعد شوي نلقى شيء احسن. اوكي كونجراتوليشنز. ايه ان في واحد اسطوري راح يمسك كل الاماكن. اوكي اوكي كمل كمل. فار اواي عندنا شرق شمال ارورا. بدا اعتقد نوبوناغا. ايه ما في غيره نوبوناغا. بيمسك كل العوالم. اوكي بيفوز على رنسي. كل هذا كان هذا متوقع يعني. اخوك يبي يدمر رنسي. راح يستعمل قوة الليجندري بوكيمون بلا بلا بلا. اوكي فاللي بيسوونه يبي ياخذون كل الايست مال اليابان. كل شرق لا غرب. كل غرب الوست اليابان بيوحدونهم ضد نوبوناغا. تاريخيا شبه صار هذا، بس ماكو شخص واحد. هم قرروا انهم يدشوا مع بعض. فيعني اعتقد راح نباري سيف. كبر المكان وايد، فاحنا هذا احنا المكان مالنا. ما راح نباري شيمازو. راح نباري بلا شيمازو. ايش حاطينهم فوق؟ شمازو مفروض مني. عندنا يوشيهيرو شيمازو، عندنا تاشيبانا، عندنا الإيماغاوا. طبعا هذول مو اسمائهم باللعبة، يحطون الأسماء الأولية مالت الشخصيات نفسهم، بس أقولكم الحين كل أماكنهم غلط، بس مو مشكلة مشكلة. إي بالحلقات الجاية راح نباري تاشيبانا اللي هو إلكتريك، راح نباري يوشيهيرو اللي هو ميكس ملجوها بس في فايتنج كله فايتنج، وبق حق اللي مقابا. بين اعتقد كل ما نروح اكثر راح نوصل لامينا وهالاماكن اللي هما راح نلقى توغاو والاود وكل هالناس. فاي الحين اللعبه صار شوي احلى. راح نوقف هنا ونكمل ان شاء الله بالحلقات الجايه.